وقد ايه السياحة في بلدنا جميلة، مش بنقول اي كلام وانتوا اكيد عارفين، لكن في ناس لما بتشوف السوشيال ميديا وبتشوف الحاجات الغريبة اللي بتتحط بتنسى. عارفين كده بالظبط، زي بالظبط بالظبط اعتياد النعم. احنا عشان عايشين في البلد دي، انا جنبي اسكندرية بس خلاص جنبي، او انا ساكنة فيها فعادي، انا بالنسبة لي بنزل كل يوم فبشوف الكورنيش اسكندرية والاماكن فعادي، انا اعتدت النعمة. انا عايش في طابة، عايش في شرم الشيخ، عايش في الفيوم فعادي ما انا في الفيوم، لكن احنا اعتدنا ان بلدنا فيها اماكن كتيرة قوي قمر وجميلة. لكن لا، هل بقى نروح نفضل بقى نقصط وناخد كارد عشان اطلع بره مصر والطيران معرفش ب 30 ألف التذكرة والإقامة في اليوم ب 300 دولار وب 400 دولار وتلاقي عايز قرض تفضل تسدده عمرك كله عشان أسافر بره، وفي الآخر هتلاقوا كورنيش محطوط عليه تمثال. وصدقوني أنا رحت الأماكن دي كلها، أنا أول ما بروح الأماكن دي بقولي يا عيني عليا يا بلدي، إيه ده، ده بلدنا قمر. يعني عشان كده الناس دي كلها بتيجي على مصر، يعني بقول لكم مسافات ممكن يقعدوا في الطياره، جايين من امريكا، جايين من روسيا، جايين من استراليا، جايين من فرنسا. الطيران مش سهل وعناء، بس عشان يجوا يستمتعوا بالشمس والبحر اللي في بلدنا. خلينا نستمتع احنا كمان، دي بلدنا احنا اولى بيها.